قناه الاهلي في كل مكان مستمرين في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي، كل كواليس رحله النادي الاهلي في غينيا الاستوائيه. يمكن درجه الحراره هنا اهوت، الامطار يمكن في امطار ولكن درجه الحراره والرطوبه عاليه جدا، فما نعرفش كل هذه الاجواء بتفيد فريق الكوره ولا مش هتفيد فريق الكوره. بقول لك اهلا بيك على شقه النادي الاهلي، والاول مبروك طبعا استمرارك في جهاز مستر فايرر. يمكن استقبلت قرار ازاي، ولما ببارك لك الاول طبعا بعد اختيارك او استمرارك مع جهاز مع مستر فايرر. طبعا الله يبارك فيك، طبعا مبسوط طبعا بوجودي دايما في قناه النادي الاهلي. طبعا استقبلت القرار طبعا كنت مبسوط جدا وسعيد جدا، و شرف لاي حد اللي هو ينتمي للنادي الاهلي، ودي ثقه كبيره جدا من مجلس اداره ولجنه التخطيط. اتمنى ان شاء الله اكون على قدها، واتمنى ان شاء الله نقدم حاجه تليق باسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. سيب بقى قول لي، رحله طيران شاقه جدا من 4-5 ساعات لاديس ابابا وساعتين ترانزيت و4-5 ساعات ايضا لغينيا، رحله طيران شاقه كجهاز فني، انتوا كمتعودين كمصريين فايلر يمكن يستقبل الرحله ازاي الاول؟ اتكلم معاك وقال له ايه اللي بيحصل دوت، ولا لا ما كان عاجبه الاجواء؟ لا طبعا كان مستغرب ده طبعا في الاول، لكن احنا كنا مأهلين وكده، يعني احنا انت عارف عشنا كتير في افريقيا واللعيبه نفس القصه، يمكن الامور دي بالنسبه لنا عاديه، لكن بالنسبه له طبعا كانت حاجه صعبه جدا. انت عارف حتى المسافات من اوروبا يعني بسيطه جدا، ساعتين ثلاثه اقصى حاجه يعني، لكن ان انت تعمل رحله طيران حوالي من 12 ل 14 ساعه كانت حاجه شاقه جدا يعني عليهم، لكن احنا كنا مأهلين لكده. بنحاول نقول له كل المعلومات المتاحه بالنسبه لنا عشان نساعده ان هو برده ممكن يبقى في البرنامج بتاعه، ما يقدرش يعني ما يعملش حاجه تكون اوفرلود على اللعيبه او الكلام دوت يعني، لكن هو طبعا اتعامل بصدر رحب جدا مع الامور، وعارف ان دي يعني امور طبيعيه وان شاء الله اتاقلم عليها ان شاء الله. وبالفعل انتوا التمرين اللي كانت قبل يوم السفر يوم الثلاث كانت بالنهار، وكانت تمرينه قويه شويه عشان عارفين طول السفر هيبقى شديد، فعملتوا التمرين يوم السفر او ما وصلنا بالسلامه مده صغيره. اه فعلا، وده اللي حصل. يمكن عملنا اول ما وصلنا بعد ما اللعيبه ارتاحت شويه واتغدينا، عملنا تمرين خفيفه اطالات وحاجات ريكفري كده كويس يعني، والنهارده ان شاء الله عندنا تمرين ان شاء الله تاني في الملعب مباراه النهارده وبكره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق يوم السبت باذن الله. هنا عندنا الجهاز الاداري على اعلى مستوى، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وطبعا المدير الاداري كابتن سمير عدلي سبقوكوا وجهزوا لكم الفندق والملاعب، ويمكن استثناء بتحصلوا عليه ان تتمرن تمرينتين مش تمرينه واحده في ملعب المباراه النهارده وبكره. شايف ان لما اتمرن تمرينتين على ملعب المباراه بيفيدني اكتر كجهاز وكلاعبين؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، انت بتعرف برضو الملعب وابعاده وبتحس الملعب ايه، عكس ما تلاقي اتمرن فيه تمرينه واحده وبتبقى مثلا مرتبطه برضو بساعه، انت دلوقتي بتاخد لك ممكن النهارده تاخد ساعه او ساعه وربع مثلا، وبكره نفس القصه، بتساعد اللعيبه بتديها احساس كويس بالملعب يعني، تشوف الارضيه وتشوف مكانك انت كلعيب، بتحس بمكانك في الملعب، فاعتقد دي ميزه الحمد لله طبعا نشكر عليها طبعا الجهاز الاداري زي ما حضرتك قلت كابتن سعيد وكابتن سمير كابتن ماهر، واعتقد ان برده تاريخ النادي الاهلي اهله اللي هو ان الناس تكون متعاونين، الناس مبسوطين جدا ان النادي الاهلي موجود، واعتقد ان ده شرف لاي فرقه اللي هي تلعب النادي الاهلي. قول لي بقى كابتن بقى الاجواء، يمكن في اديس ابابا كان في امطار وكان الجو برد شويه، هنا ما جينا غينيا في امطار لكن الرطوبه عاليه جدا، بس على الساعه 5 بيبقى الجو كويس. امبارح في تمرين امبارح كان الدنيا كويس، شايف ان الاجواء بتساعد ولا ممكن الرطوبه تؤثر على اداء لاعبي النادي الاهلي؟ لا اعتقد ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي متعوده اللي هي مرت بالمواقف دي كتيره جدا وبالاجواء دي كتيره جدا يعني، وبالرطوبه ولعبنا في ظروف اصعب ولعبنا في نقص اكسجين في بلاد معينه، فاعتقد اللعيبه عندها من الخبرات
الامارات اللي تاهلها ان شاء الله اللي هتقدم مباراه كويسه يعني. ممكن الراجل يتكلم على الموضوع ده. انت عارف الدنيا دلوقتي متاحه جدا اللي انت تعرف معلومات عن اي مكان في العالم في لحظه يعني. فاعتقد ان شاء الله الامور تبقى تمشي زي ما هو زي السيناريو اللي هو عامله زي التوقع اللي هو عامله ان شاء الله, وان اللعيبه ان شاء الله تستوعب فكره. الراجل من يعني من ناس انا شايفها منظمه جدا. يمكن الواحد اشتغل مع الفتره اللي فاتت ديت مع ناس سواء مستر كارتيرون او مستر لاسارتي, كل شكر اليوم طبعا كل تحيه. لكن اعتقد ان هو راجل مختلف يعني, راجل عنده طموح, راجل عنده بلان معين عاوز هدف يحققه. اعتقد ان طموح النادي الاهلي ان شاء الله يبقى متناسب جدا مع طموحه. لي انتوا خلاص بداتوا تتفرجوا على فريق كانو سبورت وبداتوا تدرسوا نقاط القوه والضعف وتجمعوا عنه معلومات, انطباعكم ايه وانطباع الراجل ايه بعد ما شاهدتوا المباراه عده مباريات ليهم واتفرجتوا عليهم كويس جدا؟ احنا بادئين من اول ما عرفنا اللي احنا هنلعب كانو سبورت يعني. عندنا فرجنا كذا مره على الفرقه وعملنا تقرير كويس للراجل, والراجل اتفرج والراجل برضو معاه مساعدين اتفرجوا وعملنا كل المعلومات المتاحه للراجل يعني اللي ساعده ان شاء الله اللي هو ياخد قرار كويس من ناحيه التشكيله ومن ناحيه الخطه بتاعه المباراه يعني. فاعتقد ان احنا انت عارف ان احنا بنشتغل على طول اول كده يعني. فده اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نوفر له كل المعلومات المتاحه سواء من اللعيبه اللي عندنا. يمكن هو كان عنده معلومات كبيره جدا عن الفرقه لكن احنا برضو كان دورنا ان احنا نساعده من اللعيبه وتاريخها وعدد المباريات اللي بيشارك فيها واللي في لعيبه بتلعب في اكتر من مركز يعني. يمكن ده دورنا وده الطبيعي اللي اي حد مصري بيشتغل مع حد اجنبي في النادي الاهلي اللي هو بيساعده في الامور دي يعني. ربنا يكون في العون. مباراه اهلي وزمالك سوبر واي لعيب في مصر بالتحديد بتلاقيه بيفكر على طول في مباراه الاهلي والزمالك في الجانبين هنا او هنا يعني. عندكم مباراه في الدور 32 مباراه قويه جدا ومباراه هامه, وممكن بتخرجوا ازاي اللعيبه من المباراه ديت ولا انتوا كجهاز ممكن تفكروا في مباراه الزمالك من دلوقتي؟ لا, يمكن هو الراجل اتكلم في النقطه دي وكانت نقطه مهمه جدا يعني, ان احنا دلوقتي اهم مباراه بالنسبه لنا هي مباراه كانو سبورت. دي مهمه جدا, دور في افريقيا ما ينفعش افكر في ماتش وانا لسه عندي ماتش يعني. ده بيقلل تركيز لعيبه وبيخلي اللعيبه يبقى مشتت يعني. كل لعيبه دلوقتي مهيئه اللي هي عندها ماتش مهم في افريقيا, كل لعيبه عاوز تثبت نفسها, كل لعيب عاوز يبقى جدير اللي هو يبقى في التشكيل الاساسي النادي الاهلي. يمكن هو ده اللي الراجل بيحاول يوصله واعتقد اللي هو كان نجح فيه جدا يعني. بعيد عن مباراه كان سبورت اللي خلاص ساعات قليله جدا, قول لي استقبلت ازاي قرعه الدوري العام اللي احنا خلاص احنا عرفناها منذ قليل ان الاهلي هيبدا مواجهته مواجهه سموحه وتباعا يعني. استقبلته ازاي القرعه ولا البطل ما بيخافش من اي حد وخلاص؟ انت عارف ان انت كده كده المفروض ان انت تلعب كل المباريات كل الفرق في الدوري يعني, كده كده هتلعبهم يعني. ممكن النادي الاهلي اعتقد ان الفرق كلها هي اللي بتبقى عامله احسن. النادي الاهلي انت بطل, انت السنين فاتت كلها انت الحمد لله اكتر فرقه في تاريخ مصر كلها واخده بطولات في الدوري العام. فاعتقد ان احنا بالنسبه لنا طبعا نحترم كل الفرق ونقدر كل الفرق, لكن دي قرعه واحنا ان شاء الله نستقبل اي حد, وان شاء الله اللعيبه قادره والجهاز قادر ان شاء الله ان احنا نحافظ على اللقب. لكن الحاجه الايجابيه اللي تحسب برضه لجنه المسابقات اللي هي مش موجهه, ودي حاجه بدايه كويسه جدا. الزمالك في الاسبوع الرابع يعني ما حصلتش من سنين, مش مشكله حتى لو في الاسبوع الاول. ده دي قرعه, دي اوروبا كل الفرق كده متاحه, انت كده هتلعبها يعني. فاعتقد ان دي يعني فيها شفافيه كبيره وفيها حيادية كبيره وفيها فرق كتير قوي لكل الفرق يعني. اعتقد ان شاء الله اللي ربنا يكرمنا ووفقنا ان شاء الله. لكن برضو زي ارجع اقول لك برضو ان الاهم بالنسبه لنا هي المباراه دي.
مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مستمرين في تغطية خاصة وحصرية لشقاقات نادي الأهلي من داخل غينيا الاستوائية. معي سفير جمهورية مصر العربية بدولة غينيا الاستوائية، طبعا مع السفير حاتم حسوب. أقول لك أهلا بك على شقاقات نادي الأهلي، وبشكر حضرتك على الشغل الكبير، على الاستقبال طبعا بعثة النادي الأهلي، تسهيل كل الإجراءات. المدير الكرة الكابتن سيد أشاب بحضرتك وبتسهيلات حاجات كتيرة جدا، ملعب المباراة اللي بتمر عليه تمرينتين مش تمرينة واحدة، استقبال في الفندق الاستقبال في المطار وتخليص الإجراءات في أقل من دقيقتين ثلاثة. نشكرك جميع الأهلي كلها، بتشكرك على الشغل الكبير اللي عملته للنادي الأهلي في غينيا الاستوائية. أولا ألف شكر لكم أنتم، وفرصة جميلة وفرصة طيبة أن أنا ألتقي بكم هنا في غينيا الاستوائية، لأن أنا بعتبر تشريف النادي الأهلي والطاقم العام النادي الأهلي ده بالنسبة لي أنا إنجاز للعلاقات بين البلدين قبل ما تكون مناسبة رياضية. طبعا سعادتكم متواجدين معنا بقالكم 3 ايام، وشفتوا مستوى للبلد فيه، وشفتوا انها فرصه واعده لحاجه لمجالات كتير جدا. وطبعا مجال الرياضه انا بعتبره من اهم المجالات، زي ما كنت بتكلم في الحديث مع كابتن سيف امبارح ان ده من ضمن القوى الناعمه والتاثيريه لمصر في قاره افريقيا بالذات في الظرف ده، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس بالاهتمام بافريقيا واديها اولويه كسوق اقتصادي واعد، وفي نفس الوقت علاقات ثقافيه والجسر لمصر. مصر تتميز فيه بأنها دولة أفريقية شقيقة، لا لها أطماع ولا لها ميول استعمارية ولا كان لها تاريخ استعماري أصلا في القارة. وطبعا أنا لا يعني أنا عايز أقول برضو لا شكر على الواجب، الحقيقة طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى ورجال المقاولين العرب والسيد النائب مدير الأوتيل المصري اللي الأوتيل بيتشرف بيه، وإحنا يعني ده واجبنا ولا شكر على واجب يعني. يا فندم بقى الاستاد اللي احنا متواجدين فيه الان بيسع حوالي كم الف متفرج؟ بيبقى فيه زحمه يوم ماتش ممكن نلاقي مثلا الاستاد مليان ولا لا؟ لا الحقيقه لا، يعني انا اعتقد ان هو لو هيبقى فيه مشاهدين هيبقى بسبب المناسبه دي. طبعا الثقه للنادي الاهلي، واول مره له كنادي يجي هنا يلعب في غينيا الاستوائيه، ودي سايبه صدى ابتدى يلاحظه امبارح على مواقع الحكومه ومواقع الحزب الحاكم هنا، وفي ضوء كمان الراي العام اللي بنلتقي بيه. اعتقد ان وجود الاهلي هو اللي هيخلق الجمهور، لان انا بقالي هنا دلوقتي حضرتك تقريبا سنتين لم ادعى على اي مناسبه رياضيه في هذا الاستاد بالذات، تعتبر اكبر استاد في العاصمه، فديت برضو من حظي الحلو انها تبقى اول مره، واعتقد ان وجود الاهلي هو اللي هيخلق الجمهور. المواقع الحكوميه ومواقع الحزب الحاكم يعني بدا يقول النادي الاهلي موجود، بدا يتكلم على النادي الاهلي وما ادراك، والنادي الاهلي طبعا تاريخ حدث ولا حرج بدون ادنى شك، وحتى نشره الاخبار تغطيتها تابعناها. حضرتك عارف طبعا التلفزيون باللغه الاسبانيه اللي هي اللغه الرسميه للدوله، وفي قناه باللغه الفانج اللي هي لغه القبيله اللي نقدر نقول الاثنيه الغالبه للشعب هنا. احنا طبعا بنتابع الاسباني لان هو برضو قريب من الفرنسيه فبنقدر نفهمه، وعندنا الحمد لله برضو في السفاره مترجم بيقول لنا الحاجات دي وبتنزل على الصفحه. طبعا التغطيه اللي شفناها النهارده الصبح في قناه تي جي في اللي هي الاساسيه بتاعتهم اللي بتذاع عليها الاخبار كانت تغطيه جميله جدا مقارنه باحداث رياضيه يعني، بس هي واخده حيز مهم. وبرضو نرجع نقول برضو ده بسبب وجود اعرق نادي في مصر هنا في غينيا الاستوائيه. بعد الكلمتين دول يعني مش عارف اقول ايه، فخور الواحد بينتمي للنادي الاهلي، فخور النادي الاهلي لاعراقه كبيره جدا في افريقيا طبعا والشرق الاوسط بدون ادنى شك. ده نادي اولا النادي مربوط بالحركه الوطنيه المصريه وتاريخه بقى له داخل مع 110 سنه، وما قدمش غير قيادات نبيله وكاريزميه وكلاسيكيه وقدوات اخلاقيه ورياضيه، مش مجرد بس في الاخلاق، ده في المتعه وتحويل الرياضه المتعه للمشاهدين ومناسبه للناس تتجمع تتفرج عليها. وكانت هي لمه العيله ماتشات الاهلي بالذات انا فاكرها لم قوي يا فندم. ان شاء الله طبعا النخاع. وبعدين النادي اللي انا راجل بحب التاريخ، اي شيء له تاريخ بيبقى شيء عريق، وهو ده اللي يليق بتمثيل جزء من هويه بلد. هذا النادي مرتبط بالحركه الوطنيه المصريه، مرتبط بالهويه المصريه، واسم على مسمى الاهلي نادي وطني، ونحن فخورين جدا بيه. وطبعا هو يعني بدون اي تميز، انديه مصر كلها انديه عريقه وانديه ليها تاريخ وليها 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 سمعتها وليها هيبتها وليها محترفيها، بس احنا بنتكلم على ايه دايما، احنا مصريين نحب اللمه بتاعت زمان، اللي واحد يقول لك ايه لمه جدي لمه ستي، حب الاصل. هذا النادي هو اصل الكوره في مصر بلا منازع، وفخر الجماهير وفخر البلد، وربنا يوفقه ان شاء الله. والنهارده الحمد لله ربنا استجاب دعانا، هو التمرين اتعمل من غير مطر وربنا يكملها بالخير ان شاء الله. يوم مباراه يكون في مطر ولا ما فيش احتمال؟ ما انا حضرتك احنا عارف عشان الطبيعه الجغرافيه للمناخ هنا استوائي، بيبدا موسم مطر من شهر ابريل يستمر لغايه نص اكتوبر، لكن الذروه عادي اللي هي يونيو ويوليو، فيعني لو حصل يعني ان شاء الله ما يحصلش. شايف اهو يعني ربنا بيستجيب دعانا، بركه الاهلي
وجوده هنا ان شاء الله. العفو يا فندم، انا سعيد جدا وربنا يوفق الجميع، والف الف شكر لكم ومرورين البلد كلها. عفوا يا فندم، عفوا يا فندم. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يمكن ده كان لقائنا مع معالي سفيره دوله غينيا اللي اتكلم فيها عن النادي الاهلي، اللي اتكلم فيها طبعا عن اصاله وعراقه النادي الاهلي. خليني اقول لكم في الاخر، فعلا الفندق اللي بتقيم فيه بعث النادي الاهلي، بعث الاعلاميه طبعا وفريق الكره، يمكن النائب الفندق الاستاذ محمد شيبه قايم بمجهود قوي جدا جدا جدا، يمكن لازم نشكره على الهواء طبعا، ان الاستاذ محمد عامل مع البعثه مجهود جبار. استاذ محمد بقول لك اهلا بيك على شقه نادي الاهلي، وانت يعني بجد فندق الاقامه حاجه محترمه جدا، وواقف مع البعثه من اول يوم لحد باذن الله ما نخلص باذن الله على خير، لازم نحييك على شقه نادي الاهلي. متشكر لك جدا. النادي الاهلي طبعا فخر لينا كمصريين، وبصفتي اهلاوي انتوا ناس متشرفينا في كل مكان، ولازم نفتخر بيكم ونديكم عينينا لو في الامكان. البعثه مضايقاك في حاجه؟ لا، البعثه مشرفانا فعلا، وكالتزام بالتزمين ملتزمين جدا، مواعيد الاكل وفي كل حاجه، مواعيد الاكل والاقامه ما فيش ازعاج للزباين التانية المقيمه في الغرف، مش حاسين بوجودهم ان هم موجودين في الفندق عندنا. موضوع الاهلي بيصطحب معاه شيف، كان ليه مشكله عندكم في الفندق ولا سهلتوا له كل حاجه؟ لا، سهلنا له كل الامكانيات وما فيش اي مشكله بالنسبه لنا. تمام، شكرا. متشكرين. مشاهدي قناه الاهلي، يمكن زي ما نوهت وقلت، النادي الاهلي بيصطحب معاه شيف، هو الشيف محمد الدالي، يمكن هو تولى العشاء من اول يوم لبعث النادي الاهلي. الراجل بجد عامل مجهود جبار جدا وفارق جدا مع بعث النادي الاهلي. في تغطيه خاصه وحصريه شاشه قناه النادي الاهلي، كابتن سيد بنحييك. سبقت البعثه بيوم، ملعب المباراه اللي بنلعب عليه بنتمرن عليه تمرينتين النهارده وبكره ما بتحصلش طبعا، الناس متعاونه مع حضرتك طبعا، علاقاتك او جيت عرفت تستغل المخرج اللي تطلع منه ونعرف نتمرن على ملعب تمرينتين مش تمرين واحد. يعني طبعا يمكن بشكر برضو كل المسؤولين هنا، الناس كانت عندها استعداد رهيب جدا في التعاون، حتى تعرف القواعد بتقول ان انت تتمرن مره واحده، لكن هم الناس فتحوا لنا الملعب وفتحوا لنا الملعب على يومين، حتى اي حاجه بنطلبها بيستجيبوا بشكل كويس قوي، الناس الى حد كبير جدا مسلمين جدا، اسم الاهلي كمان فارق معاهم بشكل رهيب قوي. ان شاء الله الرحمن تتختم بلقاء كويس باذن الله ونحقق المكسب باذن الله. ارضيه الملعب بنجيله غريبه شويه؟ لا، هي ارضيه الملعب الى حد كبير مقبوله بالنسبه طبعا لملاعب كتيره واستادات كتيره الى حد كبير كويسه. طبعا هي تلعب عليها كاس امم افريقيا هنا 2015 متهيألي، يعني كانت هنا في غينيا. يعني ان شاء الله الرحمن نكون كويسين، ملعب يساعدنا والاجواء تكون في صالحنا، المناخ حتى الملعب المباراه بقت الساعه 5 ودي حاجه كويسه يعني.
الأربعة للمحترفين نجوم الحمد لله، أزارو، ديانج، معلول، جيلاردو. يمكن شايف ديانج نزل في التمرين، شايف معلول نزل في التمرين، هو بس أزارو و أزارو عشان حتة طبية شوية، عنده جزف أو عنده حاجة خفيفة في الرباط الداخلي كده، ممكن بكرة يبقى موجود معنا إن شاء الله الرحمن. جيلاردو يمكن امبارح قدم مباراة كويسة وجاب جول كويس قوي، فبرضه كان في حالة تعب، رحلة طيران بعيد قوي وطويل قوي، لكن إن شاء الله الرحمن بإذن الله على بكرة كلهم هيكونوا موجودين معنا بإذن الله. الراجل المرحله الجديده، جهاز فني جديد، الراجل بيساب كل كبيره وصغيره على طول اجتماعات مع حضرتك مع اللاعبين، بيتكلم في كل تفصيله، بيتفرج على كل حاجه، متفائل بهذه المرحله. هختم بالكلام اللي انت قلته، او هبدا بالكلام اللي انت قلته اللي هي التفاصيل. التفاصيل اللي في عالم كره القدم مهمه جدا، قد تكون مش مجديه او كبيره عند بعض الناس، لكن في الكوره مهمه جدا جدا جدا. التفاصيل الصغيره بتديك بطوله، التفاصيل الصغيره بتخليك متفوق على فرقه اثناء الجيم نفسه واثناء البطوله نفسها، او في الختام بيحصل النتيجه الايجابيه. ان شاء الله نكون موفقين. عندنا بدايه موسم في البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، مرحله ما قبل المجموعات ومرحله ما بعد المجموعات، لكن لازم تفكر فيها واحده واحده، لازم التركيز يكون عالي جدا. افريقيا في ثانيه الجو بيتقلب من سيطره الى عدم تفوق بالنسبه لك، فلازم تكون مركز من الثانيه الاولى لحد سفره الحكم باذن الله. اخيرا كابتن سيد، اخيرا معلش، استقبلت ازاي جدول الدوري الممتاز النهارده؟ بدايته قويه طبعا، لكن خلينا نقول برضو ان الحياه بتعلمك، ان انت عندك مرحله دلوقتي اللي هي البطوله الافريقيه او مباراه في البطوله الافريقيه، وبعدين مباراه السوبر، وبعدين هنبص للجدول. جدول بدايته يعني اعتقد ان انت بتتكلم على سموحه، وبعد كده الانتاج، وبعد كده اسوان، وبعد كده الزمالك، وبعد كده الجونه، ما بين يعني تحفظ يعني المباريات صعبه طبعا بالتاكيد، كل واحد له اهدافه، لكن خلينا ناخدها واحده واحده زي ما قلت لك. خلينا في افريقيا وبعدين السوبر وبعدين نشوف الدوري باذن الله. شكرا. مشاهدي قناه الاهلي، ده كان لقاء خاص وحصري مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ من داخل ملعب المباراه اللي هتقام عليه المباراه يوم السبت باذن الله الساعه 5 بتوقيت غينيا، السادسه بتوقيت القاهره. دعواتكم ودعوات كل المصريين باذن الله الاهلي يفوز على كانو سبورت بطل غينيا. دمتم في امان الله.